فإن لم يعجبكم هذا الديوان فتعجبكم اللوحات، إن لم تعجبكم هذه اللوحات فأجل تعجبكم الكلمات. وشكرا من الصغير. قديمة ما كنت بها وقد شرفت بأن أعددت دراسة نشرت وقت صدور الديوان الأول عويل بصمت لا يسمع، وعنوان دراستي بعنوان عويل بصمت صافي، فصمت الشيخة يقول الكثير، ولهذا استبد بي الشرف بأن أتعامل مع الديوان الجديد عندما علمت بصدوره، وتفضلت سمو الشيخة بإرساله إليه، وأعددت دراسة إن شاء الله تنشر قريبا في مجلة البيان الكويتية التي أعتز بها، وقد كنت من العاملين في دولة الكويت الشقيقة ل15 عاما في مجلاتها وصحفها. لابد أن تنشط ذائقتي القرائية أمام النص الذي يصمد أمام أسئلتي. وشد أزرق قبل أن يوضع على الطاولة أوقيع محفل ونقض وكنت كبروس حلق إلى أن استطعت الحصول على أسطر الديوان قبل أن يكون بين دفتين الديوان. فعلا تتبني هذا اللون، اجتذبني هذا اللون مع عنوان اللون على مستوى البصر، اللون على مستوى التفاح.